السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، يا هلا وغلا ومرحبا. مع قرب بداية إنتاج دهن الورد الطائفي وبداية موسم الورد الطائفي، قرب الموسم الجديد، أنا اليوم وأخوي وشريكي الشيخ عابد القرشي في مرحلة التقليم اللي أبو عبد الإله بداها على غير عادها، على غير وقتها. بديت وصرمت وقطعت الدنيا كلها وقت 50%. اي بس ما تقول انه بدري، بدري شوي، بدري، خايفين من السقع السنه هذه. اليوم برد. اي برد اليوم برد، وما شاء الله عليك محتصي. اي لا لا انا اسبوع طبعا زهران وقريش من ايام علاس الزهراني. نعم رحمه الله، هذا اسد اسد قريش. زهران 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 قريش تعودنا. هو اذا قاتلنا باب قد ايه التغطيه، هو زهران معنا بقى. طيب ننتقل عند نوريهم طريقه القص اليدوي. عود عشان ايوه 4 سنتي فوق، 4 سنتي فوق. هنا شوف هنا قصنا 4 سنتي لازم ما تكسره. ايه قصه، لو انكسر يعب هواء يروح. ترى متعب، قصه متعب. ترى الناس يا عبد الله يفكرون انه بس ازرع وامشي، ازرع حط مويه يطلع ورد خلاص. شوفوا طالت عماركم هذه، تقلمت قبل 5 ايام، وشوفوا لا قوه الا بالله. بعامل السماد العضوي والسقايا العذبه، شوفوا انبتت من جديد، طلع في العود. هذا العود اللي هنا، اي نعم، اكله الصقيع. هذا قبل 3 ايام جاء صقيع في منطقه الهدى واكله، يعني خلاص هذا الله يعوض. لازم قص يدوي، قص يدوي، عود عود، عشان يعطيك ثمر قوي نظيف. بعدين نقعد ننظف بعدها كم؟ ما يثمر ثمر ضعيف، او تحط له كيماوي عشان يعطيك ثمر. اي لكن هذا يبغى له السمان الطبيعي، هو يعطيك قوه. احنا خبرنا من الصقيع السنه هذه، بس الله يستر. اسال الله الكريم ان يرزقنا بحلاله عن حرامه، وان يغنينا بفضله عن من سواه، وان يرزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك يا رب. اي نعم. اللي نبغى نقول لكم ان ان شاء الله باذن الله نتعب ونشتغل كله لانتاج يعني فاخر يليق بكم. نحن لو قلمنا بطريقه المنشار الكهربائي او بالطرق حديثه او شيء، هذه تؤدي الى اضرار في شجره الورد الطائفي وتضعف. كم صار لنا الحين يا ابو عبد الله وحنا نقلم؟ 6 ايام بالضبط. 6 ايام. طب لو اقول لك ان في اختراع جديد. اختراع جديد. ايش الاختراع هذا؟ الاختراع طال عمرك انه مزارع، انا يا رب لك الحمد، اكبر مزرعه يمكن تقريبا في الهدى. اكيد. طيب في اختراع ممكن انه يقلم لك ذحين، بتقعد تقلم فيها شهر؟ اي صح. ممكن في يومين انا اسويها لك كل هذه بالانشار الكهربائي الخطير. كيف قصه؟ لا لا لا، انت عندك لازم قصه العمال. شوف عود عود، شوف كيف هذا ياخذ يمكن هذه يمكن ساعة. طيب هذه الحين، هذه اللي طالعة الحين كم لها؟ هذه 5 ايام تقريبا. ما شاء الله. وعندك زي هذه، شوف هذه لازم قصها عود عود. لك ان شاء الله كلامك هذا، هذه قصه مرة.